ان شاء الله. واعتقد على قد تركيز البعثه في اجواء المغرب، بس انا اتمنى ان الفقره دي رسالتها توصل لهم باي شكل، لان احنا قدام ظاهره يا جماعه تستحق التدقيق. يعني ايه تستحق؟ تقف عندها. انت عندك اطفال شفناهم في المباراه اللي فاتت يخلوك تسال 100 سؤال وسؤال. الولاد دول طلعوا في فتره يعني اغلبهم شاف بعض الاخفاقات للنادي الاهلي، يمكن مثلا في جيل 2005 كانتش موجود. احنا خسرانين اخر 2 دوري وخسرانين الكاس، بعضهم يعني الاستاد وفكره الحضور الجماهيري للمباريات هو ايضا ما كانش زي الفترات والسنوات السابقه. 100 سؤال، جابوا الشغف ده منين؟ جابوا الحماس ده منين؟ جابوا كتالوج النادي الاهلي واحساسه زي ما هو جوانا احنا ككبار منين؟ اكيد لان كان الظروف المحيطة بيهم والأسر اللي نشأوا فيها متشبثة بحب النادي الأهلي وسط إخفاقات زي وسط انتصارات كعهدنا بالنادي الأهلي طول الخط. الفيديو ده إهداء لكل من هو في منظومة النادي الأهلي عشان يعرف قد إيه إحنا بنساهم في صنع أجيال منتمية بالفطرة. نشوف الفيديو ونرجع نعقد. خلاص يا حاج، خلاص كلام كتير ممكن يتقال عن الأجيال اللي بتسلم بعض، وكلام كتير ممكن يتقال عن الشغف والحماس والثقة ولحظة إن أنت مصدق إن قد إيه أنت مساهم في دعم النادي الأهلي وقد إيه الطفل واصل له انتماء النادي الأهلي. بس كلمة ممكن تختصر كل ده، مستقبل النادي الأهلي بخير، والله العظيم بخير. ده التمثيل الطبيعي لجملة من صغري بعشقه، هي دي قصة جماهير النادي الاهلي اللي طول الوقت احنا بنقول جماهير النادي الاهلي هي العنصر رقم واحد في منظومه النادي الاهلي، هي اللي بتوجه، هي اللي بتقود، هي اللي بتحرك الصخر. وباذن الله يكون في فرحه مهمه جدا بكره للاطفال دي وللكبار ولكل الناس.